هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي وجمهوره في كل مكان. جملة من قرارات مجلس الإدارة في هذه الجلسة التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وهي كانت جلسة ممتدة من الأسبوع الماضي زي ما بلغنا حضراتكم. الحقيقة النهاردة المجلس قرر يعني الاستمرار في التجديد لكل المديرين ورؤساء القطاعات حتى 31/5 لتكون لك فرصة أكبر في عملية التقييم. الحقيقة أنه تعيين المديرين والتجديد لهم بيتم كل سنة في ديسمبر، وكان القرار السابق هو التجديد لمدة 3 أشهر ثم يعاد التقييم قبل التمديد لمدة عام. المجلس اليوم قرر التمديد 2 شهر نظرا لضيق الوقت ولإعطاء فسحة أو فرصة أكبر لعملية التقييم بالنسبة للمديرين داخل النادي في مقره الرئيسي والفروع المختلفة. الحقيقة أيضا أنه النادي اعتمد كل أو المجلس اعتمد كل المبالغ المالية المقررة لإعادة هيكلة وصيانة والتجهيزات الخاصة بمعسكر النادي الأهلي في مرسى مطروح. هذا المعسكر الحقيقة اللي بيمثل قيمة كبيرة لأعضاء النادي الأهلي خاصة الرواد منهم، ليكون جاهز في استقبال السادة الأعضاء بعد عيد الفطر مباشرة إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. وبهذه المناسبة، بمناسبة شهر رمضان اللي على الأبواب، الحقيقة المجلس اعتمد أيضا الحقيقة إقامة حفلات 3 دينية تحييها فرقة المرعشلي للإنشاد الديني في الفروع المختلفة في مقر النادي الأهلي يعني في الجزيرة وفي مدينة نصر وأيضا الشيخ زايد. واعتمد أيضا المجلس كل البدلات والرؤية المالية الخاصة بشهر رمضان بالنسبة لجميع العاملين في النادي سواء مقره الرئيسي أو الفروع المختلفة. في الحقيقة ما يتعلق بالنشاط الرياضي، المجلس وافق النهاردة على ما طرحه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، وهو تجديد التعاقد مع نجم منتخب مصر في كرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 مواسم قادمة. كمان المجلس وافق على إنشاء أكاديميتين جديدتين خارج القاهرة في بعض الألعاب، تنس وألعاب قوى وخلافه، في مكانين الحقيقة في قلب صعيد مصر في سوهاج افتتاح أكاديمية، وأيضا افتتاح أكاديمية في نادي بنك مصر الموجود في التجمع الخامس. هذه الأكاديميات مش في كرة القدم، هي في لعبات مختلفة من اللي النادي الأهلي متميز فيها الحقيقة في إطار تمدد النادي ومساعدته الحقيقة لكل المؤسسات وتواجده في كل بقعة من بقاع أرض مصر وقريبا خارج مصر إن شاء الله. أخيرا في مجال النشاط الرياضي، مجلس إدارة النادي الأهلي اعتذر عن الاشتراك للفريق الأول لكرة الطائرة رجال وأيضا سيدات، اعتذر عن المشاركة في بطولة أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر القادم وخلال شهر رمضان بسبب جائحة كورونا والموجة الثالثة الحقيقة اللي بتضرب العالم الآن، حرصا على اللاعبين وسلامتهم. حضراتكم عارفين النادي حامل اللقب في البطولتين، لكن مجلس الإدارة الحقيقة لم يعني يرغب في أن يراهن بصحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، علشان كده قرر الاعتذار عن المشاركة في هذه البطولة. دي كانت مجموعة من القرارات وليست كل القرارات اللي أقرها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المطول اليوم اللي انعقد بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودائما النادي الأهلي في المقدمة، وعاشت مصر في عزة ومنعة.